الشمشون الكوري في هاي البطولة من كأس أمم آسيا عجيب وغريب يا جماعة، كل مرة يكون متأخر بالنتيجة ويكون قريب من الخروج من بطولة كأس أمم آسيا بالوقت الإضافي بآخر اللحظات، يا يسجل التعادل يا أما يقلب الطاولة، شيء عجيب غريب يا جماعة. يعني قدام الأردن من دور المجموعات خسران 2-1، حتى الوقت الإضافي راح سجل هدف التعادل، قدام ماليزيا حتى كمان سجل هدف ثالث في الوقت الإضافي. نروح على دور ال 16 أمام المنتخب السعودي في آخر دقيقة بالدقيقة 99 يا جماعة راح مسجل هدف التعادل، وتم إقصاء المنتخب السعودي بعدين بركلات الترجيح. اليوم أمام منتخب أستراليا كمان خسران حتى الوقت الإضافي بنتيجة 1-0، بالأخير يسجل تعادل. ما بعرف شو قصته، قصة الريمونتادا حرق لي كل توقعاتي للأمانة. هذا المنتخب يجننا يجننا يجننا، يعني ممكن بالنصف النهائي تلاقوه خسران 2-0 بالدقيقة 90، تلاقيه بالوقت الإضافي مسجل لي 2-2 وبالأخير متأهل إلى النهائي. ممكن بالنهائي خسران 3-0 تلاقيه بالأخير بالوقت الإضافي 3-3 وراح حصد البطولة. كل شيء ممكن. هذا الشمشون الكوري بهي النسخة عجيب غريب يا جماعة، 4 مرات يسجل أهداف بالوقت الإضافي، قدام ماليزيا وقدام الأردن وقدام السعودية وقدام اليوم أستراليا. حرق لي كل توقعاتي للأمانة، منتخب راح يكون استثنائي لو حقق البطولة.